إذن للحديث عن هذا الإخفاق الحكومي وعدم تنفيذ الوعود التي قطعها الكاظمي على نفسه، معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي فاروق، دكتور فاروق الراوي عبر الهاتف. مرحبا بكم دكتور فاروق. إذن شهران وحكومة الكاظمي تراوح مكانها والواقع من سيء إلى أسوأ كما يقول العراقيون، هل تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها؟ للأسف كانت هناك وعود وكنا ننتظر، يعني رغم أنه التشكيلة بكاملها كانت تشكيلة لا تختلف عن التشكيلات السابقة، اعتمدت المحاصصة اعتمدت، ولكن نتيجة وعود ربما يستطيع أن يحقق شيء من ولكن للأسف جميع هذه الوعود لم تتحقق. وأنا الحقيقة قبل يومين كتبت، قبل أو أسبوع كتبت، شعب العراق ينتظر قرارات ثورية وليست قرارات ترقيعية، لأنه كل القرارات للأسف لم تحقق أي شيء، لا زال الوضع كما هو عليه، المحاصصة، الفساد، لم يتم الإفراج عن السجناء والمعتقلين سواء كانوا معتقلين، تظاهرات اللي حصلت بعد ثورة تشرين أو المعتقلين اللي مضى عليهم أكثر من 10 سنوات من أيام حكم نور المالكي ولحد الآن سواء في سجن الحوت، لا زال النازحين واللاجئين أغلبهم هم لم يعودوا إلى ديارهم. إذا لم تحقق على لم تحقق حكومة الكاظمي أي تقدم في أي ملف من الملفات. ألم تتعلم دكتور فاروق هذه الكتل السياسية والحكومات المتعاقبة من الدرس أن العراقيين لم يعودوا يصدقوا تلك الوعود؟ لماذا تراهن هذه الحكومة وكافة الأحزاب والكتل السياسية على امتصاص غضب الشارع بالوعود، وإلى متى يعني؟ للأسف ربما جاءت يعني حقيقة، رب يعني ضارة نافعة، هل هذه المرة كانت نافعة للسلطة وللأحزاب وللمحاصصة؟ استطاعت يعني جائحة كورونا أن تقلل من زخم الثورة وأن تحد من زخم الثورة نتيجة الإجراءات اللي اتخذت والخوف من انتشار هذا الوباء، ولكن الشعب الآن ما عاد يصدق أي وعود، ولذلك مستمرة الانتفاضة سواء كانت في الدقار أو في البصرة أو في المثنى أو في واسط أو في بغداد. ربما مثل ما ذكرت إجراءات منع التجول وإجراءات الحظر، التجول ربما عاقد، ولكن أنا متأكد أن الثورة ستستمر وأن الشعب لم تعد تنطلي عليه لا وعود الكاظمي ولا وعود المالكي. طالما المالكي لا زال يتمتع بسلطات عالية وبقدرات عالية ويذهب إليه من يريد أن يتبارك في منصبه، لن يحقق الكاظم أي نجاح على صعيد مستوى تحقيق رغبات الجماهير والمواطنين. وبالفعل حتى بعض النواب قالوا أن الكاظمي رهينة لرغبات الكتل ويسعى لإرضائها لكي يستمر. هذه الطريقة دكتور فاروق كيف تنعكس على عمل هذه الحكومة وعلى قراراتها؟ للأسف أي قرار اتخذ يتخذ القرار هذا اليوم، يعني على سبيل المثال قطع رواتب المتقاعدين أعيد باليوم الثاني، التصريح بقطع رواتب رفع نزلاء رفحة والسجناء السياسيين وعدم وجود أكثر من راتب لم يتم لحد هذه اللحظة تحقيق هذا المطلب. الشعب والناس فقدت فقدت ثقته، والحكومة فقدت مصداقيته، وما يخرج عن من تصريحات، كلنا نتذكر تصريحات العبادي أول ما استلم السلطة وبدأ ينطي وعود، وأربع سنوات مضت ولم يحقق للمواطن أي شيء. نفس الشيء عادل عبد المهدي، بالعكس كل عجلة عادت إلى الوراء، الفساد ازداد، كل شيء تدهور، والآن هذا اليوم يعني يدلل على أنه الوضع المربك في كل شيء. وفاة
اللاعب الدولي أحمد راضي يدلل على عدم وجود عناية إذا كان هذا الإنسان اللي يحظى برعاية وباهتمام تعرض إلى هذا إهمال. يعني سوء هذا الإهمال والسوء في التعامل معه كمريض، فكيف المواطن العادي، كيف الناس الآخرين؟ ولذلك فقدت هذه السلطة فقدت مصداقيتها. يعني على ذكر المالكي قبل قليل تحدثت عنه دكتور فاروق، هو هدد قبل أيام أن بنادقهم يعني ما زالت بأيديهم من هذا القبيل، ما دلالات هذا التهديد في هذا الوقت وتوقيته كيف تراه؟ يعني من خلال التجربة، تجربة الماضي، الميليشيات هي التي المسيطرة على، يعني لو نأخذ واقع العراق، إذا سمي ما سمي بتحرير المحافظات الغربية، ما سمي بالتحرير هو إعادة انتشار للميليشيات وإعادة السيطرة وإعادة احتلال من قبل هذه الميليشيات، واللي هي فرضت نفسها على أعلى من السلطة وأعلى. نعم المالكي يمتلك المال، يمتلك السلاح، يمتلك الدعم الإيراني. أنا أعتبر أنه بعد قاسم سليماني أنه ربما يكون المالكي استلم مهام من قبل إيران، ولذلك نشاهد أنه أغلب الوزراء حتى بما فيهم رئيس الوزراء هم يذهبون إلى مكتب المالكي وليس العكس. يعني هل يقود الدولة العميقة دكتور فاروق المالكي؟ نعم نعم نعم، لا زال. ولذلك طالما المالكي والميليشيات تلعب دور في العملية السياسية وفي الساحة، لا يمكن أن يحقق لا الكاظمي ولا غير الكاظمي أي تطور ولا أي تقدم إذا ما استطاع أن يسحق هذه الميليشيات وأن يحد من نفوذ المالكي ويوجه له تهمة هدر المال العام ونفس الوقت الفساد الإداري والمالي اللي وقتل الكثير من المتظاهرين سواء كان في البصرة أو الزرقاء أو في بغداد. هذه الجرائم استمرت لفترة طويلة. شكرا جزيلا لك من أثينا دبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق الراوي.